الرئيس السيسي يلتقي عددا من طلاب الأكاديمية العسكرية في إطار الاستعداد لتخريج دفعات جديدة، ويؤكد حماية الأمن القومي عملية مستمرة ووحدة الشعب الضامن الأساسي لاستقرار الوطن. رئيس الوزراء يفتتح الدورة الاعتيادية 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويؤكد نتوقع تحولات جذرية في أسواق العمل نتيجة التكنولوجيا الحديثة. رئيس الوزراء يلتقي وفداً من تحالف عالمي تقوده شركة جون كوكاريل البلجيكية، ويبحثان توطين صناعة مكونات المحللات الكهربائية المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر. مصر تستضيف اليوم النسخة الأولى من القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية DPI، ومشاركة نخبة من قيادات القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والخبراء بالعاصمة الإدارية على مدى 3 أيام. وزارة الداخلية تقرر تمديد فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس السيسي، وتوفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40% لمدة شهر اعتباراً من أول أكتوبر.